اليمن إرث. طب أنا أقول آل بس إرث. لا، اليمن إرث لآل البيت. من أرضي هذا؟ هذا تبع نادي هالفلوكو. يا سلام هالفلوكو. أيوه صيح له. صيح لنادي حلو حق من الارضي هذا. هذه حقي انا افضل حقي القاف تخرج من لقفك ساعة العسل. يا سلام هذا عجبتني الارضيه. هذاك اللي انا هذه جنب المدرسه اللي على اليمين. لا اللي على الشمال. لا اللي خلفها. لا دي قدامها. ماشي ايش هذه هذه وصل المدرسه. هذاك هذاك الحشي يا سيدي حق المدرسه. ايوه هذا عجبتني. ايش عرفت معك؟ مدرسة مدرسة. لا لازم هذاك عجبتني هم بيدرسوا في الفصول ولا في الحوش؟ بيدرسوا في الفصول وبيدرسوا. خلاص والحوش حقنا. بصر عليها. طيب. وهذا حق مين؟ هذاك يا احمد. الصفراء. ايوه. ما لها؟ اجي جنبها صفراء ولا الصفراء؟ الحوش الاصفر. هذا المرور. المرور يا سيدي. يا سلام عجبني المرور. بصر بصر هذا المرور. المرور حق 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 الدولة حقنا. ايوه والدولة تبع مني. تبعنا تبعنا هو على المرور وما خالف غير صعبه. انتم زوجتني. ايامك انت عارف انا افكر اني افعل مفرج فوق المفرج. طالع قصتك. ابشر انقد احنا. ايش فيك؟ خذ النصوح. هيا اذا كنت بدي اكلمك. ايا. انا مش قادر اسمع. شوف 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 لقيته على نفس الوزنيه. لا تحرك الوزنيه ولا تلعب. اذا كان جمع ذيك الجمع الاخضر. جنب سو معها لك. ماله؟ البيت جنبه. ما شو بتارك يا سيدي؟ فيشو يا حمار؟ عمارة. عاد وحسن؟ اشتيها؟ يعني ايش لو العمارة؟ نبسط عليها غضوة. نسر لها. ماي والله اني في موقع استراتيجي هام. نسر لها. يا سلام. غير حلقة ابصرنا امس صح؟ ايوه هذا ما عاد لك منه خلاص. اصبر اصبر باقي. حاول تدور في هذه المنطقة. ايش؟ هذاك ارضية حالية كبيرة. يا سلام. حوطة جاهزة. داخل هذاك صغيرة هكذا. لا لا حرك القسم يعني تبعنا. ايه يا سلام خلاص قدوه في الجيب معه. خلنا نفعل شل القسم. اشل القسم مش هيوقع هو حقنا. اه كم عليهم ما اشتغلناش كثير. طب هالقسم والعمارة تبي ما لين شيء. لو احنا رحنا البيت الاول ضيق الكبير اكثر من احسن منها. انزل لي بعد. الله 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 شلوا عيوننا. شلوا عيوننا خفا. الله يا ساتر. الله الله شلوا عيوننا خفا. الله 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 الله. بسرع على جامع. بسرع على مساحه. ايوه ما في جنبه. اشتيه جامع. يا نزغه. ايش يا نزغه؟ ايش تشتي تبرم الجامع؟ اه ما ردته. كيف ما ردته؟ ما ادفع البيه. اشتيه ليش؟ أرضي لي والجامع. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أشتري الجامع نفجره. أها نقول إنهم دواعش. يا نزغة نرسل لنا 3 4 5 6 خذوا يفعلوا نثرة وفجرناه. يا نزغة يا نزغة إلي يا نزغة انطلق المجنون. يا نزغة اكتسح العالم. يا نزغة نحن سنحكم العالم. الله أكبر. بلكي يا سلام هذا حالي عجبتني قوي. بس عجبتني قوي. ما عجبتني هذا في المخطط يا سيدي. هذا في المخطط. انا مخطط لها من زمان. نجز بسر غيرها. هذا بس هذا عم بتسحب. تمام تمام سجل. هاي وصل لي. بسرعة قبل ما يقع مطر. لحظة يتحمل يتحمل. لحظة الله على التلفون حقك. ما يتحمل اليوم دنيا وبعد آخرة. ما هو هذا الحين التلفون هذا خجاف ما يفعك وحدات. لا بل ماشي ما شيء. ماو ما بل
الانترنت او جوجل جوجل ايرث هذا ما من ابو خير. المفروض يا سيدي نفعل آل البيت ايرث. اوه طيب المفروض نفعل اليمن ايرث. انت ما انتش وطني. كيف انت ما انتش وطني؟ وهذا الحاجه دي ما تعجبني فيه. اليمن ايرث. طيب ما نقول آل البيت ايرث. لا اليمن ايرث لآل البيت. اسمع الان انت انا هو ضعيف هذا اللي انت عارف ليش؟ مش هو ماسك له واحد من اهل البيت من العتره. لا يا سيدي مش هو من العتره. انا لا والله انه من العتره ومن هنا ماسك على العدوان من المعرب. ماشي اللي ماسك المواصلات مننا. ها انه من هنا. جليلدان جليلدان يا ليلدان. الله لطيف الله. جليلدان يا ليلدان. اوف جليلدان الو ليلدان. ايوه افتح الحاسب هذا يا احمد. ايوه مطر. ها او ماسك ها ولا منو؟ انا قصدي من مارب. الكهرباء والغاز والبترول شوقي وهي عندنا. نمسك على البيت بتسمسم علي هكا في دقائق. اما هذا الارضيه هي هذا يعني هذا ارضيه حالي. هذا امانه هذا ارضيه حالي. عجبك ها حليس ارضيه الرجال حق من ارضيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف احوالكم؟ الحمد لله. حق من الارضيه هذا؟ هذه حقي انا. افضل حقي القاف بتخرج من لقفك ساعه العسل. حقي ايوه حقي. تعال تعال انا نروح ايش اسمها قوي. حقي وحقاقي حكي انا انا بلال الحق حق حق انا بدي امو قسما بالله انك ضيفي. حقي اطلع 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 حاضر ولا يهمك. حقي غدا ضيف انا غدا وانا اشتي مرافق على طريقه ولا يهمك ولا يهمك. يا سلام قول قول حقي مره ثانيه. حقي انا بدل القاف. حقي كب تقرح قرحه يا سلام. حقي ايوه حقي. يا ليلى. طيب طيب خلي قلبك خلي طيب العين. انا شغلك كذا غلا مش عاد بتبصر قد هنا فيها قد هذا الارض. ايوه مش عاد بتبصر. ها قد اللي انطلق انطلق بس. حارس خليك على ما انت حارس. على ما هو يا سيدي على ما هو حارس يا سيدي. اجلس حارس على ما انت. ايوه نادي في ارض في العدوان. يا سلام يا سلام يا سلام. وين اخرى؟ هذه ما اشكرا هذا احنا بنصلحه ونداوم. يا سلام ما فيش داعي يصلحكم. ها ما فيش داعي يصلحوا يا سيدي كذا نصلحه احنا. بسم الله الامتر. لحظه لحظه يا سيدي. ليش امسك لك تفضل. طيب يا سلام متروا 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 من هنا امتر. انقلب انقلب هكذا من هنا من هنا. اي ارجع انت من هنا. يا سلام بصر 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 ما عجبك. اوه صار سواه من الجنايات سواه من الارض وابطل المجلس. هاي بطل خمس وابطل في عرض خمس ما دراني انا هذا عرضي. اذا كان حد خلاص اهدى اهدى. هذا نادي هذا نادي. ايوه النادي. انت موضوعك انت موضوعك. خايف يا سيدي العيني يا سيدي العيني. نادي لك نادي يا سيدي العيني يا سيدي العيني. ولكن الحياة اللي ما انت نادي يا سيدي العيني يا سيدي العيني. هو الموضوع خلي الناس يلعبوا. انت لعبوا عدوان. ابا خلص كيف عدوان بصر 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 يا ولد. احنا هذا حق الله وتأتي تأتي وكل اللي بيت الله. اي اصبر اصبر. ها 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 ها. الصباح صباح الحمد لله يرحمكم الله. يا اسمع كلم هذا حقك صاحبك كل الارضية اصبحت للعثرة. من من؟ العثرة. اه يا احمد خذ 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 يلا يلا يا شيخ انا قلقان يا شيخ.
انت هتجي سيدي دخل سيدي دخل ارجلك. وهذا البيت ايوه حالتي يا ابوها ادي حبسنا ابو ادي حبسنا ابو الداعشين ايوه يا فعلنا رب الدنيا بابا اشبه بابا لا هذا له وهذا نفسه هذا لي هذه 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 شهيد بالشهيد هذه ابوه مات في السجن عندنا اها اسمع يا ولدي ابوك مات صح ايوه الله يرحمه مات حبسته قضاء وقدر كيف حبسنا الله يرحمه يا فندم داعشي الغدر الخيانه ايوه بيد الغدر الخيانه بعدك تعالوا احمد يا سلام سلم يا سلام هي الله ي... الله يدي مطر الله يدو الله مرزقنا الغيث اسمع اربع ايام ودخل البيت ليش؟ قبل لا يجي مطر ليش؟ لانه كان مخطط مدرسه مخطط انا ايش دخلني يعني؟ ايش دخلك؟ سيدي بيقول رجع 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 على الوحص يعني هو كان مدرسه يعني لازم تدخل البيت تدخل البيت تمام كيف تدخل البيت؟ اخليه وبس انا يتيم يا نسي سير الجن حط حط بور على الطيسان ابي يتيم وجدي يتيم كله بس يتيم تمام يا سيدي وعيني نعم سيدي وعيني ما دامهم ايتام خلوا لهم البيت صدقه صدقه؟ ايه حرام ما تصدق بكذا الحين حرام لا بصر فيك لو ما تصدق خلاص خذوا الان الان خذوا الان الان او تمام أربعية أربعية بعد جيبي هني ثلاث بصائر ثلاث بصائر لا تكهش يعني أنا قلت أشتري ثلاث بصائر بعد ثلاثة يا أبو حازمتك أشتريها من عهد الإمام المهدي أو نعم واشتي بصائر من عهد ما قبل الإمام المهدي حق ال... ايوه حق المدرسة يا منعه وبعد الحارة هذاك نشتي بصائر من عهد الإمام أحمد ولد أسفل من عهد الإمام يحيى يا سلام ايوه قلك داري كيف تعال بالبصائر تحرك هنا وهكذا لا ما يبقى عنصر ثلاث قلنا هذا غير الأربعة الأولى ايوه هاتي ختمة هي ختمة طيب أنا أتصلي ذا الحين يا مشينا يا سيدي اصبر يا حماد اصبر كيف نمشي الى عين نمشي ضاعن علينا يمكن اثنين بيوت امشي امشي المفروض نخطط من الصباح مبكر يا سيدي يكفيك يكفيك والله خلت معك كثير ايش يا سلام ايش بتصل لك بعد شويه هذا ارضيه ماله اشتيها في حقك لا تلطم انا سيد في حقك حد يلطم السيد يا احنا في حقك في حقك انا شاك سريده حقك في حقك حقي ايوه الطم في حقك حقك يا سيدي حن 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 الله 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 انا نزع بغير اوالي نام في السياره يا زيدي وليه دخل حد في السياره يطلع لي الدنيا انا وبعدين اكتشفت شنو كيف الدنيا انا قلت انا هاك من احنا البلد بلدنا احسنت احسنت بعض الحين انا انسى هذه الحاجات على فكره ايش الارضيه دي جزات والله احنا فلتناها من ايدينا بس هذه وقف والله احنا فلتناها من ايدينا وقف 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 الوقف لمنو؟ ما ادري لله لله ورسوله والمؤمنين لجدي رسول الله صح؟ ايه احنا ايش احنا ابناء جدي رسول الله يعني المفروض انه الوقف لله ولبيت الله ولآل بيت الله لا اله الا الله شيل بسر هذا المقبره عجبتني مقبره مقبره والله نجاح صلى على النبي يا سيدي هذه مقبره والمقبره هي حق اموات ما تعمل به انت ما انتش فاهم الاموات هؤلاء انت داري هم مالي وهم حنفي او لا زيدي ما انتش عارف صح ولا شافعي لا فاش بنقول لك هذا الاموات اذا كانوا هل ماتوا في غزوه لا لا فين ماتوا؟ بعد غزوه لا من تهاجر صوتك سمعت يابا؟ ايوه وانا اشتري بالزوم في من 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 هذا المقبره على اساس مقبره ثانيه يعني بالزوم لا بقعه ثانيه يعني دور مصلحتهم ها؟ دور مصلحتهم ايوه الواحد اظن بيش بي بيش بيشقص على المقبره خلينا نروح فيها هو يشتري بالزاهر هو احنا نشتري بالزاهر احنا ما ايش تعمل فيه؟ اعبر فيها مول كبير ها ايوه ما هذا بيؤذوهم الناس بعدين نسميه مول 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 ما شاء الله ايوه طبعا انا مشيش انا مشي على مصلحتهم تمام على مصلحه الاموال الله يحفظك وبعدين علم الله حولك تبع من كانوا هل كانوا تبعنا؟ انت يا سيدي انا شايف الكل يبتع في كذا الكفن لانه فوق مقبره
اسمع حاجة اسمع 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 قبل ما حد يفهم. تفضل يا سيدي تفضل يا سيدي تفضل يا سيدي. حياك أيه. عجبني البيت تمام والله عجبني البيت تمام البيت رائع. ايش معاكم هنا لحظه لحظه يا اخي لحظه البيت رائع. بص سيدي اتكلم اسكت. من انت يا اخي؟ تفضل تفضل. كيف دخلتوا للحوش؟ كيف دخلتوا للحوش؟ كيف دخلنا كيف البيت؟ من الباب دخلنا من الباب. هل سندخل من الشقه؟ من انتوا لحظه من انتوا؟ كلمني من انتوا ذري؟ هذا من العترة عترة عجل عترة العترة الظاهرة. وين هذه العترة؟ وين؟ بيني شوف الشارع هذا عترة. لحظة كيف دخلتوا للبيت؟ كيف تدخلوا للبيت؟ عجبني البيت والله مرة. وش ايش 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 بتشوف؟ ايش بقول لك؟ لحظة بيشوف لك العوائل يا اخي يا بني ادم بيقول لك ليش هذا داخل البيت بناظر مالك؟ عيب عيب ان انتم تصيحوا فوق الرجال. يا اخي احنا من اهل البيت عجبتني الحديقة. اهل البيت كيف؟ هذا حديقة؟ او تقربوا لي وانا ما عارف. لحظة بيقول لك جاوب جاوب جاوب. هذا حديقة؟ ايه حديقة. في الحديقة اعجبني البيت. شوف سيدي لا قد عجبتني حاجة ما عاد يتراجعش ما عاد يتراجعش. انتبهوا بعد هذا هم الان البيت. انا اشتي افهم كيف دخلتوا للبيت. خلاص خلاص انا فاهم. اتفضل يا عزي. انا اعجبت بالبيت اشتي اشتري. شفت 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 بعدين اقول لك سيدي. من تم تمام عجبت في البيت. ايوه الناس ما يدخلوش هكذا. كيف ندخل هكذا؟ يعني انا عرفت سيدي. لحظة لا تفضل. جايب لك معه هذا والله ما انا داري هو هذا هبل هبل. كيف الناس انا عرفت بيتي للبيت. اسمع اسمع احنا جينا دخلنا في البيت والله حلو حلو مره والله. احنا ليش نشتري بعد بيت؟ لا ما بيش ولو عارف خالد. والله انا قد انا شفت صورتك ماليش عارف مين. مع عسكري في الفرقه؟ لا. كنت عسكري؟ لا لا اقول لك انا لي 20 سنه مغترب في امريكا. لا عسكري في امريكا. امريكا ايش هذه؟ هذا صرخه يا احمد. هذا موت امريكا. كيف صرخه؟ هذا امريكا. كيف صرخه؟ انت قلت لك بس صرخه عند مصر يا سيدي وعينين صيح. خلى له بيت او رمضان وسد عتبيع. عتبيع؟ لا عتبيع؟ لا عتبيع يقول لك عتبيع. وانا قلت له لا يا اخي بيتك يا بيبي بيت. لا ولا حط يا ويل بيتك يا عندي عكاك قبل حكك يا ملي. لا حكك يا ملي. لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله انا اقول لك بيه كان عيب يا اشكال. والله ما داري هذا امريكي وسخ. يلا سيدي دحين افريش افريش وادفنوا شهيد الله يعني قد هذا الجلسه مع ابو شحترام. انت اللي مرموني في الارض يا هلا ولا مكسر مكسر. قلت لك قلت راح اسالي في السياره ما يعجب الا اذا امي كنت تروح السياره وخلاص. كيف انت يا انا عجبني هذا المرافق الجديد والله ان انت تسمعي طول الدهر. الله يحفظك. انت تدري 150 هذيك مكافاه. الله يحفظك. مكافاه غير المرتب. شكرا شكرا لك. اسمع نعم كيف احوالك؟ الحمد لله. وقع وقع شاهد ابشر الشاهد الاول ان شاء الله. هذا الشاهد الاول وانت الشاهد الثاني. ودل حق الشهاده كم حق الشهاده ما ادري ما تعرف. هذا مش هدنا شهد على غير ورقه بس بصم. لا لا عادي من غير شهد بس ابرا لا تقرش ولا بس شهد وقع ما انا مش وقع الوداع مو انما هو ده بلا هذه الارضيه حقي يحدوها شرقا ويحدوها غربا. خلاص ايه خلاص هذا مش يحدها. تعرف يعرف يقرا تعرف وقع ما توقع. ولا باع باع لنفسه. كيف يا سيدي؟ ايش باع لنفسه يا احمد؟ انت قلتها منو ذي باعنا؟ ايوه خلاص اشتحرق انت شاهد بس هذه ارضي حقي. اشترى لنفسه اشترى لنفسه يا عمر بس يباع لنفسه. أيوة. اشترى لنفسه اشترى لنفسه باع لنفسه هذه حق الارضيه حق اشترى لنفسه من البايع اليه. يا سلام عليك مالك يا سلام عليك. طيب طيب ما هوش انا ماله انت مش مركز. شوف شوف اشترى سيدي من حر ماله من حر ماله. ما انا مش ابيعش مش ابيعش هذه حد هذه ارضيتي انا مثلا ما عاد باش انت شاهد بس ها شاهد فرق. كيف اشهد على بيع ارضيتي كيف بعد بيع ما شابي خلاص الشد ما شهدش ما رشاد ولا شيء والله ما شابي ولا شيء والله انك كذا والله انك عتبيع قسما عنك قسما بالله ما ابيع والله لا تبيع ولا احبس ابوك سحب والله ما ابي انت من هذه ارضيتي هذه شامت انا ابوك من الابوك والله ما ابيع الا اطلع عمرك برجع وين الاهلي؟ بالسيارة بالسيارة ارمي ارميني بس اقتل ما اقتلكش انا ما اناش قاتل هذه ارضي مو ممكن هنا يلا طيب قم طيب يلا